أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يعتبر الحلق بجهاز كهربي؟ هل يعد الحلق بجهاز كهربي لو أخذ صفرا، أو لا بد من الموسى؟ لا، ما هو لا بد من الموسى، المكينة تقوم مقام الموسى. نعم، فإن كان يعني نمرة صفر هذا حلق، إن كان أكثر نمرة 2 3 يعتبر تقصير. نعم.